طيب نشوف اللقطات من مباراه الاهلي الاسماعيلي دي، برضو مطالبه من النادي الاهلي بضربه جزاء في مباراه الاسماعيلي امس. بيرستاو كمل الكوره، تحتسب ام لا؟ لا، والجوغادور ديفنسور اللعيب المدافع كان موجود في المكان دوت لما كان المهاجم بيغير اتجاهه، ف يعني هو ما اتحركش. المدافع ما غيرش مكانه. متواجد في المكان هي واللعيب الاخر هو اللي غير اتجاهه، وبالتالي انت شايفها مش ضربه جزاء لا تستحق. طيب نشوف الكره اللي بعدها. دي برضو بس خليني اقول لك ان انا مش هنا علشان اقول حاجه عن الحكام، انا هنا موجود علشان اساعد الحكام على ان هم يتطوروا. بس خد بالك، هي فرصه زي ما قلت لك منذ لحظات ان انت موجود معانا، جمهور الكوره يحب يسمع رئيس لجنه الحكام رايه ايه في حالات زي دي. دي اخر كوره كده كده معانا. دي برضو حالة إن اللعيبة يعني كلهم جنب بعض والاحتكاك كان بدني فقط، يعني كانت الأيادي الاحتكاك، ما كانش احتكاك، كان بس على الكورة، وكان ما كانش في احتكاك واضح إن هو بيوقع اللعيب أو اللاعب على الملعب. دي ابرز الحالات، واكيد انت واللجنه معاكم بيبقى عندكم حالات اضعاف الحالات ديت. احنا جبنا حالات قليله بس نتكلم فيها مع المشاهدين ومع الجماهير.